بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا حاجة بسيطة وسهلة خالص. يعني هي هتقولولي هي حاجة سهلة، بس في ناس كتيرة مش عارفة الطريقة اللي أنا بسلق بيها اللحمة، فأنا حبيت أعرف لها كل اللي أنا بسلق اللحمة ازاي، وفي نفس الوقت تبقى محمرة. يعني انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين يا جماعة شكلها وحلاوتها كأنها متحمرة بالظبط. يعني بتوفر الوقت وبتوفر المجهود، وفوق ده كله كمان ان هي اصلا ما بتاخدش سوا. يعني بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي هي ما بتاخدش سوا خالص، جميله وطعمها لذيذ جدا، والشوربه بتاعتها بتبقى جميله وبتستوي بسرعه من اي مكان في اللحمه، اي مكان يعني اي قطعه لحمه انت تستخدميها هنعمل بيها الطريقه دي، هتلاقيها ان شاء الله هتبقى معاكي حلوه وجميله، وهتجربيها وتدعي لمباسل. قبل ما نشوف الفيديو وهنشوف اللحمه بتتسلق وبتتحمر ازاي في نفس الوقت، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان تدعموا ام باسل، ويلا بينا نشوف اللحمه الجميله بتاعتنا دي بتتعمل ازاي. يلا بينا. المقادير عندي بسيطه خالص زي ما انتم شايفين كده. انا عندي لحمه من اي نوع انت بتفضليه او بتستخدميه، وعندي ورق لورا، وعندي حبهان زي ما انتم شايفين كده، وهحط رشه فلفل اسود بسيطه وهحط ملح. بس كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هروح على البوتاجاز هجيب حله فيها معلقه سمنه، وهنشوف هنعمل ايه عشان ناكل احلى لحمه مسلوقه ومحمره في نفس الوقت. يلا بينا. اهو حبايبي الحله بتاعتي على النار، وفيها معلقه سمنه زي ما قلت لكم، وهجيب اللحمه بتاعتي وهقول بسم الله، وهخليها تاخد صدمه من الناحيتين، هشوحها من الناحيتين كده زي ما انتم شايفين. طبعا يعني على حسب الحجم اللي انت عايزه تقطعي بيه اللحمه، عايزه صغير كبير زي ما انت عايزه. المهم ان انا اخلي اللحمه بتاعتي تاخد تشويحه من كل الجوانب في السمنه بتاعتي دي، علشان ما اطولش عليكم في الفيديو، هخليها تاخد صدمه من جميع الجوانب، وبعدين هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. حضرتك شايفين اللحمه بتاعتي خدت لون كويس حلو جميل ازاي. هنعمل ايه؟ هحط الحبهان وورق اللورا بتاعتي، وهحط رشة فلفل اسود بسيطة اهي عشان بس الشوربة بتاعتي ما تتنقش، وهحط الملح بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. وهعمل ايه؟ هجيب مية سخنة من الكاتل بتاعي واقول بسم الله، وهحط المية على اللحمة وهسيبها بقى تستوي براحتها خالص على الاخر. الشوربه بقى اللي انت عايزاها، الكميه اللي انت عايزاها زي ما انت عايزه، هسيبها بقى كده هتغلي اهي، هوطي عليها واسيبها تستوي، وبعدين نرجع نشوف بعد ما تستوي. ورجعت لكم حبايبي بعد ما خلصت اللحمه بتاعتي، شايفين شكلها بيتكلم لوحدها والله يا جماعه، مش قادره اقول لكم، ولا الريحه بقى فظيعه. انتوا انا عامله كميه قليله، ما بعملش كميه كبيره، فانتوا ممكن تعملوا الكميات اللي انتوا عايزينها بنفس الطريقه، يعني مش قادره اقول لكم. بصوا مستويه خالص، شايفينها تتقطع بسهوله. طعمها حكايه بجد والله العظيم يا جماعه، مش بغشكم، طعمها جميل جدا جدا بالطريقه دي. شايفينها محمره ازاي يا جماعه؟ شايفينها من قرب الكاميرا عليها، يعني وفرت وقتي ووفرت مجهودي، وفي نفس الوقت كمان استوت بسرعه. وانتوا عارفين طبعا ان قطعه الموزه دي اصلا بتاخد سوا، انا عن نفسي بتاخد سوا عندي جامد جدا لما اعملها بالطريقه دي، بتوفر الوقت في السليق والتحمير كمان، ما بهدلش البوتاجاز بتاعي، بتبقى مسلوقه محمره في نفس الوقت، وعليها الملح والفلفل والورق اللورا والحبهان بيديها طعم كمان. فيا ريت تجربوا الطريقه دي وتقولوا رايكم فيها ايه. دي كانت يعني حاجه من باقي الحاجات اللي احنا قلنا هنعملها في لحمه العيد. يا رب تعجبكم الطريقه بتاعتي دي وتجربوها. مستنيه تعليقاتكم الجميله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس. كانت معاكم ام باسل من مطبخ ام باسل، وحصري سلق وتحمير اللحمه في نفس الوقت. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في حاجه جميله وسهله وسريعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.